السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. معكم زياد هادي، الاستاذ في معهد دراسة موسيقية، استاذ آلة العود والنظريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، وشرف بكم واهلا وسهلا بكم في قناة تعلم العود والغناء العربي، واهلا ومرحبا بكم، نشرف بكم. تتصلون دائما بنا على رقم الواتساب الموجود في تحت الفيديو طبعا، واللي هو تقدرون تشتركون به في 8 محاضرات لآلة العود او الغناء 8 محاضرات. وتشرف بكم. اليوم احنا عندنا الصبا، وعندنا تمرين لمقام الصبا اللي هو دائما هذا التمرين راح يساعدكم في عملية الانتقال ومعرفة المقام. راح تلاحظون امامكم في الصورة، هذه الصورة اللي بها تمرين مقام الصبا اللي هو راح يكون على التالي، يبدي من الري ري مي فا صول لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري ري مي ري دو ري مي فا صول فا مي فا مي ري مي فا مي فا مي ري مي ري دو دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري. طبعا انا قطعت لكم اياها حتى تقدرون تعرفون، حتى تقدرون تحفظون بها جزء جزء. وصلنا للسطر الثالث، ري سي لا سي لا سي دو سي لا صول لا ري لا صول لا صول لا سي لا صول فا صول فا صول لا فا فا مي فا مي فا صول فا مي ري مي ري مي فا مي ري دو ري لا صول فا مي صول فا مي ري فا مي ري دو ري مي فا صول فا مي ري مي ري. وتقدر تعيده من جديد بأسلوب ثاني بقراءته صحيحة، يعني راح يصير عندك ري مي فا صول لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري ري مي ري دو ري مي فا صول فا مي فا مي ري مي فا ري فا مي ري مي ري دو سي دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري ري سي لا سي لا سي دو سي لا صول لا ري لا صول لا صول لا سي لا صول فا صول. أو تقدر بطريقة ثانية، فا صول لا صول فا مي فا مي فا صول فا مي ري مي ري مي فا مي ري دو ري لا صول فا مي صول فا مي ري فا مي ري دو ري مي فا صول فا مي ري مي ري. نعم اخواني، هذا تمرين مقام الصبا يحتاج لكم انه تجزئون، يعني بتقول ري مي فا صول لا سي لا صول، هاي تتمرن عليها. فيحتاجك تمرين دائما تاخذ روحية الصبا. اشكركم على متابعتكم وتحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بالدورات في 8 محاضرات شهريا، وتقدرون تتصلون على طريق عن طريق الرقم الواتساب موجود تحت الفيديو، وايضا لا تنسون الاشتراك واللايك في لهذا الفيديو. واشرف بكم وتحياتكم ومع الف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.